النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، التي تشير إلى تواجد تشكيلات كبيرة من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ذلك مترافق مع منخفض جوي تقريبا يتمركز في المنطقة أواسط البحر الأبيض المتوسط تقريبا في بالقرب من جزيرة كريت، وهذا المنخفض الجوي مترافق مع جبهة هوائية باردة فعالة ذات أحوال جوية غير مستقرة، وأخرى جبهة هوائية دافئة كانت تؤثر على المملكة طيلة اليومين الماضيين وتستمر حتى بالتأثير خلال ساعات نهار يوم غد. ذلك يعني أن الجبهة الهوائية الدافئة تعني أن درجات الحرارة هي أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بتقريبا حوالي 10 درجات مئوية، وسط هبوب لرياح جنوبية غربية صحراوية المنشأ قادمة باتجاه المملكة، ولكن بعد ذلك يتوقع أن تتقدم هذه الجبهة الهوائية الباردة باتجاه المملكة لتؤثر عليها اعتبارا من ساعات مساء الاثنين أو ليلة الاثنين على الثلاثاء. سنتحدث الآن بتفاصيل أكثر عن هذا الأمر. خرائط الضغط الجوي تشير إلى ذات الأمر، هناك منخفض جوي تقريبا يتمركز في أواسط البحر الأبيض المتوسط، هناك جبهة هوائية دافئة تؤثر على المملكة وعموم المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. كما نلاحظ هذه الخطوط تعني اتجاه الرياح حسب الضغط الجوي، هناك رياح جنوبية تقريبا جنوبية إلى جنوبية غربية بعض منها، وهي نستطيع أن نقول أنها صحراوية المنشأ، تعني بأن هناك ارتفاع على درجات الحرارة، وأيضا هناك إثارة للغبار في بعض المناطق والأحياء. غدا خلال ساعات النهار يتوقع تدريجيا أن يقترب هذا المنخفض الجوي، كما تلاحظون إذن يوم الاثنين هذا المنخفض الجوي تقريبا يتمركز إلى الجنوب الغربي من تركيا، وهناك تقريبا جبهة هوائية باردة تقريبا تتواجد في هذه المنطقة وتمتد من الأراضي المصرية باتجاه هذا المنخفض، وجبهة هوائية دافئة تكون في هذا الاتجاه. هذه الجبهة الهوائية الباردة يتوقع تدريجيا أن تعبر المملكة مع دخولنا في ساعات مساء يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء هذا المنخفض الجوي يقترب من المملكة، وهناك جبهة هوائية أخرى ستعبر المملكة ليلة الثلاثاء الأربعاء. ما بينهما وهو يوم الثلاثاء يتوقع أن يحدث هدوء أو تراجع وانتهت الأجواء ما بين الجبهتين الهوائيتين، الأولى مساء يوم الاثنين ليلة الاثنين الثلاثاء، وأخرى اعتبارا من صبيحة يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. وهذا ما تشير إليه خرائط الضغط الجوي التي تشير تأثر المملكة اعتبارا من ساعات صباح يوم الأربعاء بشكل مباشر بهذا المنخفض الجوي الذي يصنف بأنه من الدرجة الثانية وفق مقياس ومؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية هنا في طقس العرب. الآن هذه خرائط الهطولات المطرية المعالجة حاسوبيا والتي تشير توقعات الهطولات المطرية. إذن غدا في ساعات النهار هناك ارتفاع متوقع درجات الحرارة في بعض المناطق، لكن درجات الحرارة عموما أعلى من المعدلات المعتادة مثل هذا الوقت من العام وسط أجواء أدفأ من المعتاد، وخلال ساعات النهار لا يوجد فرص لهطول الأمطار إنما ظهور لبعض السحب والغيوم، ولكن مع دخولنا في ساعات المساء الأولى وساعات ما بعد المساء ساعات 2-3 يتوقع أن تبدأ جبهة هوائية باردة أن تعبر سماء المملكة وأجواء المملكة. عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة و تصادف عبرها مع وجود جبهة هوائية دافئة فعالة، أي كانت هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، درجات الحرارة سجلت في العاصمة مثلا اليوم أكثر من 22 درجة مئوية في بعض المناطق وهي أعلى بكثير من المعدلات، سيعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة للغاية إبان عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة. إذن مع ساعات الليل الأولى تبدأ زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى بالهطول في أجزاء متفرقة من الشمال أو الوسط أو حتى جنوب المملكة. هذه الجبهة ربما بسبب طريقة عبورها تتعرض المناطق الجنوبية أكثر وأبكر للأمطار منها من الشمالية والوسطى من المملكة، و
مع دخولنا في ساعتين الأكثر يتوقع أن تتركز هذه الأمطار في المناطق الجنوبية المملكة بما فيها أيضا مدينة العقبة وحوض خليج العقبة، المتوقع أن يشهد أمطار أيضا مع ساعات مساء يوم الغد بمشيئة الله تعالى وساعات ليلة الاثنين والثلاثاء. هذه الأمطار قد تكون غزيرة في تلك المناطق مرفقة بزخات من البرد، الأمر الذي يزيد من فرصة تعرض تلك المناطق على وجه التحديد لتشكل ما يسمى بالسيول المفاجئة، جريان الأودية والشعاب وحدوث السيول فوق المنحدرات والمناطق المنخفضة. باقي المناطق تبقى الفرصة مهيئة لأن تشهد ذات الزخات الرعدية من الأمطار وربما تكون غزيرة لكنها في نطاقات جغرافية محلية بمشيئة الله تعالى وأضيق، لكن الأنظار تتجه أكثر إلى المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بعيد منتصف الليل هذه إذن الجبهة الهوائية الباردة كما تلاحظون تكون قد عبرت أجواء واسعة من المملكة، تبقى بعض فرص الأمطار موجودة في ساعات ما بعد منتصف الليل، ولكن مع ساعات صباح يوم الثلاثاء تكون هذه الجبهة قد تحركت مبتعدة عن المملكة وتضعف فرص الهطول في كافة المناطق، وبالتالي يستقر الطقس يوم الثلاثاء تمهيدا لعبور جبهة جديدة صباح يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. إذن هذه كما تلاحظون يوم الثلاثاء. الآن نذهب إلى خرائط توقعات الرياح، هناك نشاط كبير للرياح متوقع. إذن هذا اليوم نشاط للرياح مع ساعات مساء هذا اليوم في تقريبا المناطق الصحراوية من جزيرة شبه جزيرة سيناء وأيضا شرقي جمهورية مصر، ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى مع تقدم هذا المنخفض الجوي نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط يتوقع يكون هناك نشاط كبير وعالي للرياح الجنوبية الغربية. هذه الخرائط تشير إلى صباح يوم الاثنين، كما تلاحظون هذه الألوان تنم على وجود رياح جنوبية غربية ذات أصل صحراوي باتجاه المملكة. هذه مناطق جميعها متوقع أن تتعرض لرياح قوية مع هبات قوية، الأمر الذي يعمل على حدوث موجات غبارية. هذه الموجات الغبارية تحد بمدى الرؤية الأفقية أحيانا سواء في المنطقتين الجنوبية والشرقية، وربما تطال أيضا مناطق أخرى هذه الموجات الغبارية. الطقس غدا سيكون مغبر إما بسبب وبفعل الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحاري المصرية وبالتالي تكون محملة بالأتربة والرمال، أو بسبب تولد الغبار محليا على شكل موجات في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية من المملكة. أيضا الوضع غدا في خليج العقبة مضطرب، البحر سيكون مضطرب بشكل لافت، رياح جنوبية نشطة السرعة، ارتفاع الأمواج غدا قد يصل إلى أكثر من متر في منطقة خليج العقبة، وبالتالي ارتياد البحر غدا سيكون قد يكون خطيرا في بعض الأوقات، وبالتالي يجب اتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات البحرية في منطقة خليج العقبة بمشيئة الله تعالى. هذه طبعا الرياح مع عبور الجبهة الهوائية الباردة مع ساعات ليلة الاثنين والثلاثاء تهدأ الرياح بشكل لافت في أغلب مناطق المملكة، مع عبور هذه الجبهة وابتعادها تصبح تقريبا هذا اللون يعني هدوء في الرياح وتراجع في شدة سرعتها مع ساعات ليلة الاثنين والثلاثاء. حتى في خليج العقبة يتوقع أن تهدأ سرعة الرياح وتتحول إلى الاتجاه الشمالي وتخف ويخف ارتفاع الموج بشكل واضح مع ساعات الليل، ولكن ذلك يتصادف مع هطول الأمطار في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى الأحوال الجوية، هذه الليلة غيوم متفرقة، درجة حرارة 14 درجة مئوية، يعني الأجواء أدفأ مما كانت عليه في الليلتين السابقتين، ولكن أجواء مستقرة عموما مع ظهور كما ذكرت لبعض الغيوم المتفرقة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غد الاثنين، إذن يستمر تأثر المملكة بالجبهة الهوائية الدافئة المرافقة لذات المنخفض الجوي الذي تحرك ببطء شديد في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. غدا تكون درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة بأكثر من 8 درجات مئوية، الطقس يكون أدفأ من المعتاد في غالبية المناطق وأيضا مغبر يتحول بشكل تدريجي إلى مغبر وبالأخص في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع رياح تكون نشطة السرعة جنوبية غربية الاتجاه وتكون مصحوبة ببعض الهبات القوية أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، الأمر الذي يعمل على حدوث ما يسمى بموجات غبارية تحد من مدى الرؤية الأفقية على فترات. في خليج العقبة غدا الرياح تكون جنوبية نشطة مع هبات قوية أحيانا والبحر عادي ارتفاع الموج، تصل بعض الأمواج إلى ما يزيد عن المتر في بعض الأوقات والفترات. في ساعات الليل تعبر المملكة جبهة هوائية باردة تعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة تتمثل بانخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة مع ساعات الليل، يعود الطقس يصبح بارد بوجه عام وتتهيأ الفرص لهطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء
متفرقة من المملكة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع تساقط زخات البرد في المناطق الجنوبية من المملكة، ربما تشمل أيضا هذه الأمطار غزيرة مدينة العقبة وترتفع على إثرها فرص تشكل السيول المفاجئة في بعض المناطق الجنوبية من المملكة من البادية الجنوبية وحوض خليج العقبة والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة نهار يوم غد والصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء. نبدأ شمال من إربد 25 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن الصغرى 11 درجة. نلاحظ الفروقات الحرارية الكبيرة جدا ما بين ساعات النهار والليل نتيجة عبور الجبهة الباردة مع ساعات الليل. في جرش 23 إلى 12، في المفرق من 22 إلى 10 درجات مئوية، وفي عجلون من 22 إلى 12 مع رياح نشطة وأجواء مغبرة بعض الشيء في بعض الفترات. المناطق الوسطى في العاصمة من 22 إلى 10 درجات مئوية، في البحر الميت من 27 درجة مئوية، أجواء دافئة جدا في ساعات النهار، لكن الصغرى 16 درجة مئوية، في مأدبة من 24 إلى 8، وفي السلط من 22 إلى 11، تكون في الزرقاء من 23 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الأجواء غدا ذات رياح قوية وأجواء مغبرة، تكون في الكرك من 21 إلى 9، في الطفيلة من 21 إلى 9 مع أجواء مغبرة في ساعات النهار، كذلك أمر في معان من 22 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن لاحظوا معي 6 درجات مئوية درجة حرارة الصغرى، أجواء تعود تصبح باردة بشكل لافت في ساعات الليل، كذلك أمرها في جبال أشرة من 20 إلى 6 درجات مئوية. نعود ونذكر أن هذه المناطق جميعها بما فيها العقبة يتوقع أن تتعرض لزخات جيدة وغزيرة من الأمطار مع ساعات الليل مصحوبة بالبرق والرعد وأحيانا البرد، وبالتالي الانتباه واجب في هذه المناطق من خطر تشكل السيول المفاجئة. في خليج العقبة ترتفع العظمى يوم الاثنين إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تهبط الصغرى إلى 12 درجة مئوية في ساعات الليل، والفرصة متاحة ليلا لهطول الأمطار مع التنبيه مجددا من اضطراب البحر في خليج العقبة. في رويجد من 25 إلى 9 درجات مئوية، في الصفاوي من 23 إلى 7 درجات مئوية، وفي الأزرق من 24 إلى 9 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في العاصمة عمان وعموم المملكة خلال الثلاث أيام القادمة تكون كالتالي: يوم الاثنين من 22 نهارا و10 درجات مئوية في ساعات الليل مع فرص لأمطار رعدية كما ذكرنا. يوم الثلاثاء تهدأ الأجواء، تكون مغبرة بعض الشيء يوم الثلاثاء بسبب نشاط الرياح وكذلك قدوم الرياح من استمرار توافدها من مناطق صحراوية. 14 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى، هناك انخفاض حاد على درجات الحرارة وتعود الأجواء مرة أخرى إلى تصبح باردة نسبيا، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها يوم الثلاثاء ما بين 22 تصبح 14 يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء ليلا بعد منتصف الليل يتوقع أن تبدأ جبهة هوائية جديدة بعبور أجواء المملكة، تنخفض بها درجات الحرارة وتتحول الأجواء تصبح باردة وغائمة وماطرة مع ساعات فجر وصباح يوم الأربعاء. يوم الأربعاء درجات الحرارة تكون تقريبا 12 درجة مئوية في ساعات النهار، 10 درجات مئوية في ساعات الليل، والأجواء غالبا غائمة وماطرة على فترات في أجزاء واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأها أولا بضرورة الانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء خاصة لدى مضض الجهاز التنفسي والعيون وما يتسبب ذلك من ضيق وحساسية لبعض هؤلاء المرضى في هذه الأجواء. الأمر الآخر هو الانتباه والحذر الشديد خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة ليلة الاثنين على الثلاثاء من مخاطر تشكل السيول المفاجئة بسبب غزارة بعض الزخات المطرية المتوقعة مع عبور الجبهة الهوائية الباردة. وأخيرا ضرورة الانتباه في بعدم ارتياد البحر واضطراب البحر المتوقع وارتفاع الأمواج في خليج العقبة في ساعات نهار يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني طقس العرب arabiaweather.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.